تدعيم ولاد جلال وسيدي خالد من حقل الالتقاط المحيصر. هذا المشروع اللي تسجل بعنوان السنة المالية 2023، أعطينا تعليمات مباشرة للسيد المدير باش يشرع في إجراءات من أجل الإسراع في أنجاز هذا المشروع اللي تحتاجه الساكنة حتى يكون توزيع مقبول بجداول محترمة للجميع، وكذلك بنسب عادلة قدر الإمكان بين مختلف مناطق الولاية. كل شبكات التطهير على مستوى ولاية جلال شفنا أنه أصبح من الضروري طلب رفع تجميد عن محطة تصفية لولاية جلال وسيدي خالد.